ولمعرفة تطورات الوضع الميداني في جبهات الضالع انضموا إلينا عبر الهاتف من المركز الإعلامي لألوية المقاومة في الضالع دياب الحسيني، مرحبا بك. نعم، مرحبا، أهلا وسهلا. اندلعت اشتباكات عنيفة بجبهة بكار المحاذي لمديرية الحجاء غرب الضالع، وأكد مصدر عسكري بكتيبة الشهيد القائد إسماعيل العجم المرابط في جبهة مريخ في جبهة بكار، لأن يعني الميليشيات الحوثية قامت بشن هجوم على مواقع جبهة بكار بمختلف أنواع الأسلحة، لكنها قوبلت برد عنيف وسقط العديد من عناصرها ما بين قتيل وجريح. وشهدت جبهة مريخ شمال الضالع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة ما بين قتيل بمختلف أنواع الأسلحة بين القوات المشتركة وألية المقاومة الجنوبية من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى. وسمع داوي انفجار عنيف في مواقع التي تمثلت بها الميليشيات الحوثية، أعقبها اندلاع اشتباكات مع القوات المشتركة بجبهة مريخ. مصدر آخر أكد من العمليات المشتركة التابعة للألوية المقاطعة الجنوبية أنه إفشال محاولة التسلل على مواقع عمان من قبل ميليشيات الحوثي في قلب جبهة مريش، وأثناء هروبهم وعودتهم إلى القاهرة مواقعهم انفجرت فيهم عدوانات سكان وقد زرعوها مسبقا. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قيام الميليشيات الحوثية استهداف مواقع جديدة جنوبية منطقة العود، فيما تستمر بتحشيد عناصرها المغرر بهم باتجاه جبهات القتال، الا انها تتلقى انكسارات وضربات مستاليه تفقد توازنها وتجبرها على التراجع في كل مره تحاول فيها الهجوم. ومن خلال هذه القناه نحذر ابناء المناطق الوسطى والتي تخضع لسيطره الميليشيات الحوثيه عدم زج ابنائهم الى جبهات الضالع المشتعله، كون اخر المواجهات التي دارت في الاسبوع المنصرم حصلت اغلب القتلى والاسرى والجرحى اطفال لا يتجاوز عمرهم في العشرينيات من عمرهم، فكانت قد اعلان المقاومه الجنوبيه. نعم، دياب الحسيني من المركز الاعلامي لالويه المقاومه في الضالع، شكرا جزيلا لك.